خليني أبدأ بالشرح، ركزوا معايا كويس جدا. التحدي ده بيعتمد أكتر حاجة على القائد. على مين؟ نصر الدين ونسك، وطبعا بقية الشجعان ليهم دور كبير جدا إنه يفوزوا الفريق. التحدي هيكون كالتالي: كل فريق هينقسم لمجموعتين. كم مجموعة؟ مجموعتين. المجموعة الأولى المرشد هو القائد نصر الدين ونسك، وبقية الشجعان هيكونوا واقفين عند خط البداية. أما محمد ونواف زي ما اتفقنا ممنوع إنهم يلعبوا أو يخوضوا أي تحدي، يتفضلوا إلى الحجز. يلا نواف محمد. إذن شجعان ركزوا معايا، كل قائد هيكون واقف عند المنصة باللون بتاعه البرتقالي والأخضر. المطلوب منكم إنه الشجعان اللي هناك يغمضوا عينيهم، طبعا القائد هو اللي هيغمض عينيهم ولازم أنا أشوف وأتأكد إنه مش شايفين أبدا. تمام؟ تمام. بعد كده هقول لكم انطلقوا. القائد مفروض إنه يرشد كل الشجعان يعدوا ما بين الفخرات والحواجز اللي عندكم بشكل زجزاج، يعني يمين يسار يمين يسار. طبعا الإرشاد هيكون من القائد نسك ونصر الدين. اتفقنا؟ اتفقنا. طبعا حابة أقول لكم إنه الفريقين هيخوضوا نفس التحدي، الشجاع اللي هيوقع فخرات أقل هو اللي هيتأهل للمرحلة اللي بعديها. لنفترض ريان وقع أقل حاجة من الفريق بتاعه، ونفس الحاجة سارة وقعت أقل فخرات من الفريق بتاعها، هما الاثنين اللي هيتأهلوا للمرحلة الثانية. وإذا محدش فيكم وقع أي فخارة لازم تفضلوا تعيدوا اللفة لما واحد فيكم يوقع واحدة من الفخارات. الإرشاد هيكون من مين؟ نصر الدين ونسك. اتفقنا؟ اتفقنا. الاتنين اللي هيتأهلوا معايا للمرحلة اللي بعديها هتقفوا على الطاولة الكبيرة اللي عندكم. أنا اللي هديكم الإرشادات. عندكم 15 صورة ولكن مقلوبة. عارفين لعبة الصور المتطابقة؟ نفسها الصور المتطابقة هتلعبوها. هديكم التعليمات، هقول لكم افتحوا أول صورة. الفريقين هيعملوا نفس الخطوات، هيفتحوا الصورة الأولى وهيفتحوا الصورة اللي بعديها. تحفظوا الأشكال، في حال إنه طلعوا نفس الشكل هتخليهم مفتوحين عندي عشان أشوفهم وأحسب نقطكم. في حال إنه الصور كانت مختلفة هتلفوها تاني على وشها، والمطلوب منكم إنه تحفظوا الأماكن والصور وتشغلوا الذاكرة. اتفقنا؟ الفريق اللي هيخلص ال 15 صورة عندي هو الفريق الفائز. إذا أنا مش محتاجة منكم سرعة، كل اللي محتاجة منكم طبعا إرشاد كويس من القائد، الشجعان يتعاونوا مع بعض، تركيز وحفظ الصور. اتفقنا؟ اتفقنا. إذا شجعان اللعبة دي بتعتمد أكتر حاجة والتركيز الكبير على القائد بالإرشاد الصحيح، كل قائد والاستراتيجية بتاعته. يعني ممكن نصر الدين يركز أكتر حاجة على غنوة إنها ما توقعش ولا فخارة عشان هي اللي تتأهل للمرحلة اللي بعديها. اتفقنا؟ اتفقنا. القوانين هي طبعا القائد مطلوب منه إنه يغمض كل عيون الشجعان وأنا أشوفها وأتأكد بنفسي. القانون التاني هو لو فتحت صورة طبعا مالكش الحق إن أنت تلفها بطريقة وتفتح واحدة تانية، فتحتها تحفظها وتتحمل المسؤولية إن أنت فتحتها وتحفظ الشكل وأكيد تعوضها في المرات اللي جاية، أهم حاجة تحفظوا الأشكال. اتفقنا؟ اتفقنا. خطتكم يا شجعان بسرعة؟ الخطة اللي اتبعناها بالليك إنه أنا اللي نكون في الذاكرة، لأنهم كامل كانوا يعرفوا باللي كان يعني ذاكرتي منيحة، فقالوا لي انتي في الذاكرة. بعد الفاصل. إذن يلا سيدة. وصلت عندي مريم من الفريق الأخضر. الفريق الأخضر لعيبة مشكلتهم مريم وغنوة. لا غنوة على الأقل سوت شيء. تعالوا تعالوا تعالى عندي، مش سامع صوتي يعني؟ تعالى. تمام. ادم تمام. منصور تعالى عندي. ما بيشوف فين انت؟ اذا مكانكم نسخ، خديهم مكانهم لجوه. تعالوا عندي الفريق الاخضر. اذا بنات مكانكم مكانكم. شجعان اماكنكم لو سمحتوا بسرعه. كل فريق ورا الطاوله. يلا كل الفريق
كل الشجعان ورا الطاولة. إذن نسك لمكانها. حطي النظارة في جيبك يا نسك. نصر الدين مكانك المنصة. أسرع. إذن واحد اثنين انطلاق. هذا مش يسار شوية خطوة صغيرة. امشي امشي قدام مريم قدام. سيدة سيدة كمان واحدة. خطوة كبيرة كمان واحدة. خطوة خطوة كبيرة. يسار. سيدة سيدة خطوة كبيرة على اليمين. خطوة كبيرة أكبر. خطوة 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 إذن كبيرة كمان. خطوة كبيرة خطوة كبيرة. الإرشاد من القائد. يمين يمين زجزاج زجزاج قدام. قدام يمين قدام. لا لا روحي على اليمين. خطوة كبيرة روحي على اليمين شوي. ما تلفي بجسمك بس برجلينك. يمين خطوة كبيرة. أيوه سيدة يمين. امشي كمان قدام. أيوه روحي على اليسار. أسرع شجعان. يلا يا نصر الدين. نصر الدين زجزاج. يمين كمان. لا زجزاج. يمين شوية يمين شوية. قدام يلا امشي يمين شوية. قدام قدام سيدة قدام. إذن يلا سيدة. وصلت عندي مريم من الفريق الأخضر. امشي بسرعة. اوكي يلا بسرعة. آدم أسرع من كده. يلا امشي قدام. يمين امشي يمين. سيدة 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 يمين تاني. روحي بسرعة قدام. إذن الشجعان ماشيين. يمين يمين. لا يمين. اللي بعده. أيوة يمين. يلا يا منصور أسرع. توقفي مين؟ منصور. يسار. لا منصور قدام. أسرع. يمين يمين. اوكي خلاص وقف. نصر الدين. سيدة سيدة زجزاج زجزاج. ويت 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 ويت. آدم وقع فخارة صح؟ إذن عندي اثنين من الفريق الأخضر وشجاع واحد بس من الفريق البرتقالي. امشي على اليسار. جسمك لا لا امشي سيدة لا تتحرك. أيوه أيوه بالضبط. الخطة اللي تبعناها باللعبة كانت إنه أنا أكون بالذاكرة مثل الأشكال بس صارت لخبطة فأنا وقعت واحدة منصور ما وقع فمنصور راح بتبت الأشكال. منصور وسارة تعليمات تاخدوها مني أنا. أول حاجة. تاني حاجة عندكم 15 صورة وكل صورة ليها كمان صورة نفسها ولكن في مكان مختلف. المطلوب منكم أنه تحفظوا الصور. ممنوع منصور يطلع على سارة. ممنوع سارة كمان تشوف منصور إيه هي الصور اللي عنده. الشجعان اللي عندي نصر الدين القائد نسك لو سمحتوا كل واحد يقود فريقه. ممنوع انه تساعدوهم تشجعوهم. اللعبه دي بتعتمد على الذاكره وكل واحد يلعب لوحده. اتفقنا؟ اذا ساره منصور واحد اثنين ثلاثه افتحوا اول صوره. تمام افتحوا ثاني صوره. احفظوهم لفوهم. افتحوا صورة وكمان صورة. تمام اذا سارة لقت صورتين نفس الحاجة وليها نقطة. منصور لف الصور. سارة خليكي زي ما انتي. يلا افتحوا صورة. يلا كمان صورة. في اي تطابق؟ لفوهم. في المسابقة الثانية أنا كنت أحسن واحد في الفريق إني أسمع إرشادات نسك فما وقعتش ولا فخارة فعشان كده أنا تأهلت للمرحلة الثانية وهناك كنت بتنافس ضد سارة. منها في الأول أنا ما كنتش جايب ولا مطابقة هي كانت متقدمة عليا بكتير وأنا كنت ورا بس بعدين رحت قدرت إني أسبقها. إذا أنت تطابق لمنصور يبقى كام دلوقتي؟ ستة بخمسة. افتحوا صورة كمان صورة. تطابق لسارة تطابق لمنصور. برافو منصور برافو عليك. إذا منصور هو اللي خلص قبل سارة. مكانك برافو سارة. مكانك. اللي في الحجز يتفضلوا عندي. احنا لسه فينا أمل لانه يعني احنا الحمد لله لسه فينا امل لانه عندنا روح رياضيه وما حنخسر ان شاء الله وحنكمل واتمنى ان نفوز بالمسابقه الثالثه.
إذن التحدي الأول من الدورة الأخيرة فازوا به فرسان، والتحدي الثاني فرسان. وبكده يكون عندكم الحصانة الثانية نسك. روحي جيبي الحصانة. برافو عليكم.